احكي لكم شيء مقدمه هيك سريعه مع بعض الافكار وبعدين بدكم تحكي يا جماعه الشيء اللي بدي احكي لكم اياه هو عن الثوره اللي احنا عايشين فيها. بتعرفوا انتم انه احنا في بعصر جديد، يعني هذا مجتمع الصناعي اللي احنا عايشين فيه القرن الماضي ما بعرف شو هذا كله ترى لا. المجتمع الصناعي اعلن وكاتبه عن جد احنا داخلين بعصر جديد هو العصر المعلوماتي عن جد. يعني اكيد هذا المجتمع عنده ادوات جديده وهي الادوات اللي رح تحكي قبه جديده، يعني طبيعيا بيكون هذا قبه جديده. طيب تمام، هلا اللي حكينا هون بتتذكروا تمام؟ بعدها تمام. هلا اللي حكيت لكم اياه هو شيء مهم كثير انه نحن بنشتغل ولا نحن اطباء بنشتغل ولا هي هذا الطرح تم مطابقه من حوالي سنوات يعني كم اربع سنين عن المهنه المحدده بالفعل بالثوره المعلوماتيه او المجتمع المعلوماتي اللي عايشين فيه. هلا هن انطلقوا تحت ثلاث مجموعات، اول وحده هي المهنه النمطيه اللي هي فعلا راحت المهنه النمطيه يعني المهنه الروبوتات اللي صارت خطوط الانتاج وما بعرف شو هي كلها راحت بالاكيد صرنا نعرف كلها. المهنه الثانيه اعمال جرد الحوسبه وما بعرف شو كمان راحت، طبعا عم نلاحظ انه دول هلا اعمال جرد الحوسبه يمكن تنزل تحت تجاره الاقتصاد وما بعرف شو دخلوا فيها يعني مجال جامعي هلا وفعلا كثير مهم انه يروح يمكن. هلا الثالثه اللي بتحكي عنه هذا المهم هو اعمال الوساطه. أعمال الفوضى بشكل عام يعني كان مصرية مثل الدكاترة العقارية أو شركات طيران مثلا أو شيء، يعني هذا كله من المتوقع أنه يروح ما عاد في شيء، يعني ما عاد في حاجة لأي شيء. هلا الطب ما راح يروح إن شاء الله أكيد يعني ما راح يروح، لا بعرف إحنا راح إحنا بالعكس متوقع أنه يزدهر من مدتنا على أسباب أنه يعني معدل أعمار البشر عم يزيد، يعني هلا إحنا كان بتذكر طرح 2010 كان متوسط عمر المواطن العربي السوري يعني 7 سنين للرجال و 7 سنين للنساء عم يزيد يعني. فلا هو متوقع ان المهنه الطبيه عم تزداد يعني عم تتقدم اكثر منها تمام؟ بس الفكره اللي بدي احكيها انه نحن بدنا نلغي هلا اعمال الوصول اللي احكي بعد شوي يعني انه المهنه الطبيه ما راح تنزل تحت هذا العنوان هذا. شو راح نشتغل اكيد مهم يعني المهم شغل نهائي بدنا نقعد ايش اسمه شوف الشغل يعني ما عاد شيء قاعد تفكرنا انه بدرس مشان اخر شيء لا اكيد مهم. طيب في قدامنا نحن بالطرق لو سمحت تمام. اول شغله هي تمارس الطب. هلا هذا صراحه كثير شغله مؤذيه يعني هذه الدنيا تعبت من هالنمط طبعا هيك كثير يعني شو انه بدي اشوف اذا في سيارة بيمخ ولا لا فكر بثلاث بس طبعا ما عرفت كم شيء بيمخ مره يعني تمام. فهذا النمط هذا النمط اللي بيقول يعني فعلا البلد عم تتكاثر هذا هو النمط تمام. هذا النمط سيء جدا اللي هو ممارسه البحث يعني ماشي تمام. هذا الشيء بدنا نلغيه تمام. الخيار الثاني اللي لك انك تكون استاذ جامعي ما تكون بعده لان الخيار الثالث او الطريق الثالث هو انك تدخل مجال بحث المعمار ومو شغل كبير يعني هلا نحن نحكي شوي ثاني مو شغل كبير انك تطلع بحث جديد تمام. هلا هون بتحكي الطرح هذا اللي هو على جد فاجئني يعني الطرح كان للمجتمع الامريكي عام 2020 مع شخص اسمه مايكل فلافوس هذا احد المدربين احد المعلمين يعني صراحه انا ما بعرف ليش عقله قدر شلون يعني عقله فسفوس يعني عن جد طرح غريب عجيب يعني ما توقعت انه يكون فيه شيء تمام. صنف المجتمع حسب التالي قال انه المجتمع بالقمه تبعه عم بيشوف دول سادات العقل الباحثين مثل امثال بيل جيتس تمام. تحت منه عم بيجوا العاملين تكنولوجيا المعلومات تمام. تحت منه هن يشتغلوا بهاردوير تحت منهم بقيه الشغل يعني ما بعرف شو طبعا هلا هذا الطرح الشيء اللي بيوصله النوع لنشوف قديش اهميه المجال البحثي من رؤيه معلوماتيه ما نفيد نحن بس بشكل عام في طرح شوف قديش مهم طبعا نحن هون يعني سلسلة نحن هون ان شاء الله هون تمام؟ ف بدنا نحكي لكم عن الابحاث شوي وعن انتهاء البحث الورقيه من ذلك الجليه بس نحن نشوف الفيديو
قلادة أو من المسطح عشان ندور على معلومة زوارة فلوس الطريق. الفكرة الثانية كمان تذكر مهمة، نحن بعدنا معدنا في كلة مدينة الخاص يعني هلأ تحكي كل شوية في الأسوء ثاني المعد ما استعجل في كلة أبدا تمام؟ هلأ الشيء اللي بدي أحكيه هلأ أنه شو هي اللغة التحسيسية اللي صار عنا تمام؟ أول شيء كل واحد مباشر بدي أتكلمني تمام، أكيد هذا يكون أسهل كثير من هنا دول الورق أخر وأسهل كمان تمام. هلا الابحاث الطبيه صراحه هي اللي بتكون المعادله الذهبيه المهمه اللي هي صارت عباره عن شغلتين هن البحث والرياضيات، يعني تبحث عن معلومه وتعيد تنظيم المعلومات تطلع معك فعلا بحث طبي جديد، يعني انك صار في نتائج بحث طبي يعني بس مجرد نبحث نعيد تنظيم المعلومات وصارت يعني في طلب من حوالي سنتين من عندنا بالكليه قدر يطالع بحث رسمي اخذ عليه رقم او يعني ما بعرف شو هذا رقم نقد كبرت في العين، المهم اخذ عليه رقم يعني معرض بمجلات اجنبيه تمام وشغل عليه، بمجرد شوف بمجرد انه بحث وعاد تنظيم معلوماته. هلا ليش شو اللي خلاني نوصل للمرحله هي نقدر نسوي بحث من خلال نبحث عن معلومه معينه، هذا هو اللي بحكيك عنه هلا بوصلت فكرتين بفيدني فيهم بسرعه يعني. الفكره الاولى هي خبر سنه صراحه يعني انه فعلا صار عندك هون في السوشيال ميديا. هلا الشيء يمكن صرت كثير حاكينا عنه بعرف حكى عنه كثير بس ما بدي ارجع اعيد ببساطه شدي شو السوشيال ميديا تمام؟ يعني انه اي شخص صار هلا يساوي فوت على معلومات طبيه يعدلها مجانا طبعا وياخذ معلومات طبيه بكثر يحق مثل ما قلت السوشيال ميديا بس يعني كمجال الطبي تمام؟ هلا الاهميه هون انا بدي احكي لكم شغل يعني والله هو تعليق كومنت كثير كثير يعني بهرني عن جد يعني كان تعليق عن كوبي رايت ميديسين عن الطب اللي مو في الاختصاص كان بالضبط عن حكى عن بصراحه عن سرقه احد الحاسة الطبية عن السرطان فلقيت كومنت كثير 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 عجبني تمام كومنت شو عم لا لا شخص شو عم يقول رح يقول انا بعرف انه السرقه مو قانونيه تمام بس برايي خطا من هذا المقام تمام ليش؟ لأن الحقيقة أنه هو الكون مو قانوني عم بيلفنا أرواح عن جد عم بيلفنا أرواح يعني الكوبي رايت هي اللي ما تسألني عن كل أرواح أبحاث السرطان هي لازم تكون مفتوحة تمام؟ لا رح أحكيكم مسك على السريع شو ممكن تفيدنا بأساس السن أول شيء تسريع تسريع عملية طور كلية وزيادة المرض وإصلاح سيكون مكتوب كثير صارت الأبحاث اللي بيستحي منها بشوف كثير برأيي تحت عنوان إنفنسورس ريسيرشز يعني عن الزهايمر عن درجة عن الحاسة الوطنية رح احكي لكم هالاشياء هيك على السريع عن هذا المؤتمر اللي صار او اللقاء اللي صار بجميع المناطق ساوته زميلتنا علاء في الاسلام ما كانت معنا 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 حكيت عن جيم براندر هذا الشخص اللي اكتشف جيني في كان اسمه جيني واحد هي جيني مسؤول عن حاسة السرطانات فهو اكتشفه دائما ياخذ فيها بقى طلع بعد شو بيفتح بحاله ونبدا نعرف شو هو بكل بساطه سوى اوبن سورس وطرحها وتوزع على 40 مخبر بالعالم هلا فعلا عم يعني بيشتغل فيه ب 40 مخبر بالعالم مو بخبر 30 40 مخبر تصوروا قديش هذا صار فينا نحن يعني نسرع على العمليه يعني بدل ما كانت محصوره بشخص واحد الى 40 مخبر اللي بعده كمان الشغله الثانيه اللي هي مهمه جدا هي رفع سوية التعليم ومشاركة الجميع بالتعليم العالي، هذا هو اللي بسموه يا جماعة لا نسبوية تعليم. لا نسبوية تعليم، يعني ما عندنا نحن أول وقت كان العلم بس هو حكى على العلماء والأذكياء والأثرياء وما بعرف شو، لا هذا صار في الكل يشارك بإنتاج العلم، طبعا هذا الشيء يمكن يعني بصب بمصلحتنا نحن كطلاب هذا الشيء يعني، تمام؟ على اعتبار انه نحن يعني ما قادرين كثير نساوي ابحاث. الشغله الثالثه هي كمان تخص تكاليف الابحاث الطبيه. يعني ابحاث يعني ابحاث السرطان او ابحاث بشكل عام ابحاث يعني بتكلف في امريكا حوالي 100 مليار دولار كل سنه سنويا، هلا هذا ليش نحن نخفضه اذا قدرنا نحن نعمي الابحاث هي كلياتها ونشتغل فيه بعد الدول كثير كثير، طبعا هذا بيجي بيقول يعني بصب بمصلحتنا نحن الدول العربيه، يعني الدول المتقدمه والمتطوره والمستقوية بحث العلم اللي حاليا تمام؟ هذا بدي احسبه بمصلحتنا نحن كثير نحن بحاجه لتدخلي وراجع على افكار نحن الدول العربيه يعني انه يعني العالم كله يسال فيك بس يقول لك تعالوا المستقبل، نحن نسال كمان هل المستقبل ما زال بحاجه العرب؟ عن جد والله يا جماعه نحن دخلي ابحاث ابدا يعني اذا هيك افكار ما رح تفوت رح نضل نحن مع الاسف خارج المستقبل، مضطرين كثير رح تفوت هيك افكار لجوالنا تمام؟ وبالنتيجه يعني هلا
تطور صار فينا نتفق من كل المعلومات اللي عقل الكون البشري لازم نتفق. تمام؟ هلا الفكره الثانيه اللي حكيتها هو الطب التشارجي او التشارجي المسلم. تمام؟ شو هو؟ انه الطبيب والمريض تعالوا نجيب مثلا المعلومات الطبيه هيك عن الطبيب والمريض، حطوني على طاوله حوار وتعالوا نعلم المريض شو بده يساوي. طيب هلا كنت افكر سابقا عن جد انه يا ترى هل ممكن انه اذا علمنا المريض شو بده يساوي كيف بده يعالج حاله، هل ممكن انه يرتاح دور الاطباء؟ يعني هل ممكن نصيبها الحاله هي المريض هو اللي يعني يشخص حاله عن طبيب؟ طبعا هون هذا عم يقول انه المرضى عم يفهم عن امراض اكثر مني، يعني غريب انه شو الحاله هي، هذا كله معقول يكون بمرتبه المسلم؟ تمام؟ بالنتيجه يعني ممكن نوصل للحاله هي، هذا هو السؤال، انه اذا شارك المريض اذا اعطينا معلومات للمريض وهو صار يتعامل مع حاله وعندنا تشاركي وما بعرف شو طب الطب صار، هل ممكن يصير النتيجه الاطباء ما لهم طعمه؟ طبعا لا. تمام؟ طيب تمام اخرنا اسئله تمام اكيد لا. هلا نحن اول شيء تكون اول شيء بالفكره انه نحن مو نحن ما لها وصفه، هلا اللي تكون ما لها نمطيه وما لها اعمال جرح واعمال حبس وما بعرف شو. تمام؟ نحن اكيد رح تكون ان شاء الله. جدا يا معي بالتأكيد لا. شو كنا عم نحكي؟ هل هذا يستحيل بيضاء؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه كنت أنا مفكر عن جدًا إنه هلا أفكر إنه هل يا ترى إحنا درسنا 6 سنين بعدين بالتصوير وما بعرف شو، هل هذا كله إذا بجيب واحد مريض حطيت قدامه معلومات رح يصير متكنتو؟ أكيد لا. يعني شوف وقتها الدراسة تبعنا الخاص كنا عم كلمة واحدة بس هي ما يسمى بالعقل الترشيحي او ال مش ماي بعرف تمام. العقل الترشيحي شو يعني عقل الترشيح؟ يعني انا صار عندي كمية المعلومات تمام بقدر هلا بعطيها للمريض بس المريض ما عنده قدرة يعرف شو هو اللي يناسبه. يعني لو الطب في شغلة كثير بعد انه معادلة الواحد ما بعلمها غير الله وبيزنس انه واحد زائد واحد يساوي اثنين، العرض لا يساوي مرات هو صحيح. يعني كنت مثلا انا معي حكم عن جامعه مثلا انت عندك احتمال تيار معاه اخر كذا 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 واحد من ذلك. طيب هلا هل مريض يا ترى نحن ممكن نعطيه معنا كذا اذا معك واحد من ثلاثة اربعة؟ طيب هلا هو يا ترى قادر يعرف شو هو معه بالذات؟ يعني اذا حطينا شو صار هو هذا هو يشخص بالضبط شو معه؟ هذا الشيء بده اكيد ما رح يكون في عنده الخبره هي حتى يقدر يسوي شيء، فبالتالي اجباري بده يرجع لعنا ونحن رح نكون اكيد يعني بدنا نبني مساعدة. هلا بتحكي بس اول شيء عن فوائد العقل على الاطباء من ناحيه المشاركه بين إنتاج العلم بين المريض والطبيب. الأول شيء فكرة كثير مهمة هي شو ممارسة الطبية أو المال براكتس. كثير كثير في البلد عم بتسود حتى عنا بالمجتمعات الحمد لله شو حكيت كثير عن الجزء الأول الكوشياس كثير عم تشتغل هلا. يعني المجتمع العربي السوري ما عندنا شغل غير هيك، تكون رايح عند واحد بده يسوي عملية خير إن شاء الله، إذا ما صار شيء بصير بقول لك والله يخرب لي بيت الدكتور نشتكي عليه، عن جد هيك العالم عم تحكي. فهي شغلة مو سهلة. أول فائدة لقيت عن او اول شغله تعود على الاطباء من التشارك ما بين الطبيب والمريض هو انه خفض التكنسيه، ما عاد في وقت الطبيب والمريض عم يتشاركوا بصناعه القرار سوا كثير ما عاد في داعي للخوف كله هذا، انا اخطات بس انت قررت معي كمان. تمام؟ الشغله الثانيه ايه حلو كثير مهم يعني كمان كثير نحن بنواجهها بال شو اسمه بالمشفى انه بتيجي مثلا كله بيجي عند مريض مثلا خير شو معك؟ ليش لك وقت ما تردى هو وزوجته واولاده؟ هيك مش اسبوعين هلا بحط لك الطائمة كلياتها، يعني جد كثير 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 بنحكي عنها. تمام؟ فلا وقت هو بكون عنده معلومات واسعة أو معلومات نوعية نوعا ما عن مرضه بعد ما شاركنا المعلومات، فأكيد هو ما في داعي يحكي لنا شيء كلياته، لكن في صدنا وقتنا نحن رح نقدر نساعد مرضى أكثر بهالوقت. النقطة الثالثة اللي بتحكي عنها تمام هي عن جد يعني إنه الإجراءات الطبية اللي ما عاد لها طعمة عن جد يعني احنا لازم فعلا نعلم المرضى انفسهم الشر، يعني مو حلو هو طبيب مريض غير عن طبيب مشان له خلي انجكشن يعني اكيد. بالمحصله الصوره كامله اللي حكينا فيها هي هي التالية، انه نحن بنوصل لنتيجه انه انا المريض بيقدر مثلا مثل ما حكي يحكي بمرض السكر بعيد مرض السكر بعض وقت بده مساعده هو لا يجي لعنا ويطلب المساعده، هي بشكل عام الصوره. طيب شكرا كثير. استنتجتوا انه العلم ما محصول باي حدا، مو بس العالم والدكتور اللي تخرج بعد 6 سنين هو اللي بيقدر ينتج العلم او يشارك فيه. هلا
حضرتك كلنا مدعومين للمشاركة بإنتاج علم من خلال الاستفادة من أدواته. بحكي لكم شوي عن الاحتكار. الاحتكار نحن بنفكر إنه الاحتكار هو بس احتكار مالي. نحن هلا كنا عم نواجه مشكلة هي الاحتكار الفكري. الاحتكار الفكري مثلا نحن هلا عندنا حدا بينصاب بالسرطان فورا، أصلا ما بنسميه سرطان، بنسميه هذاك المرض، لأنه متى ما صار الواحد فيه خلص فقد أمله وقطع أمله بالحياة. هل السبب هو شو هو السبب؟ هل هو إنه السرطان هو ما عنده دواء؟ لا، السبب هو الخطأ بطريقة البحث العلمي لإيجاد حل لهالسرطان. شركات الأدوية بتقعد من 10 ل 12 سنة حتى تبحث بالدواء وتنشره، ومركز أبحاث واحد أو مركز أبحاث اثنين، تكاليف عالية جدا. اليوم هالمعادلة حتتغير، حيصير كلنا فينا نساهم بإنه نحن نعالج المشكلة. ولا أنا جايكم بالحكي. ثاني شيء، نحن مثل ما لاحظتوا الإنترنت عم بتحنا مواقع وموسوعات كلها أوبن سورس، كلها يعني مجاني الوصول لها، كتب إلى آخره، في محتوى كثير كبير على النت، ما عاد حدا يقدر يمنع معلومة. صار حيلا كتاب ما ارفع غير، بعد شوي صار بي دي اف، صار على الالكتروني حتى لو صاحبه ما في. فهالجو هاد صار يعني اوتوماتيكيا ما في شيء اسمه احتكار. اخر شيء انه كثير من الناس عندها هوى بالبيولوجيا، مو معقول نحن هالشغف هذا ممكن كثير يولد ابداع نحسه بس عند هدول العلماء اللي قاعدين بمراكز الابحاث. اخيرا التعريض الجماعي او كراود سورسينج، ما حفظت كثير بالمصطلح بس يعني المختصر مفيد. التعريف جماعي يعني اني انا استفيد من طاقات الجموع مو من شخص واحد، لانه دائما بتعرفوا عمل جماعي بطبيع نتيجه افضل، اشمل، اسرع، اقل كلفه الى اخره. فنحن لما نحن ما نلتزم بحقوق الملكيه الفكريه نحن كريمنالز، بس نحن ما عندنا حق. فهي نقطه عن هلا الفكره شو هي؟ DIY يعني do it yourself. إذا كان مركز الأبحاث ما حيوفر لك الدواء، وإذا كان والله حتى أنت تقدر تساهم بالبحث العلمي مستني لحتى تتخرج وتلتحق بأي مدري أي جامعة حتى توفر لك مركز أبحاث وتجهيزات، هالشيء هلا تغير، صار فيك أنت تقوم بهذا الشيء من نفسك بسبب هلا بنحكي شو. فإذا العملية هي أبسط مما تتوقع. بدأت حركة الدي أي واي للدول الأجنبية، انه نحن خلونا نجمع بعض نعمل مجتمع نقدر نصنع اشياء بتفيدنا بالحياه. بلشت باشياء كثير بسيطه وكثير سخيفه، يعني مثلا انه من علب الكولا نسوي شنطه مثلا، بعدين انتقلت وتطورت اكثر، صارت وصلت للتجهيزات او للمجال التكنولوجيا والتقنيه، فصار في عندنا شيء اسمه الاردوينو. الاردوينو هو شيء جهاز كثير بسيط متوفر سعره رخيص، ممكن حيالله حدا يحصل عليه ويقدر يبرمج من خلاله ابداعاته. فهو كثير فجر ابداع بمجال هندسه الحواسيب او هندسه مثلا تصميم ميكانيكي او هيك اشياء. وصل الدي اي واي، نعم صار في شيء اسمه الدي اي واي بيولوجي. هلا حتى بس انتم ممكن تقولوا لي طب شو فائده انه البيولوجيا تصير بايد كل شخص؟ طيب حاعمل مقارنه بسيطه. انتم كلكم بتعرفوا انه الكمبيوترات اول ما بلشت كانت ضخمه جدا وموجوده بغرف كبيرة بأماكن معينة بالعالم، طبعاً ظهرت زمان محل حالة الفكرة. بعد فكرة صار في شيء كثير صغير هو الترانزستور خلانا نختصر هالغرفة الكبيرة بالحواسيب الشخصية اللي هلا هي موجودة بين إيدين كل واحد منا. بالتالي لما انتشرت الحواسيب الشخصية صارت الناس تقدر تبدع. ليش؟ إنه حطيت بإيد كل شخص هالأداة اللي هي الكمبيوتر. في حدا بيتخيل حاله اليوم بلا كمبيوتر؟ لا، طيب هلا نجي على البيولوجي، حاطرح مثال الجينيتكس او الولاده، يعني علم الولاده. ب 1956 تم اكتشاف شكل الحياه، يعني جينو تبع البشر. اي ابحاث، اي مثلا تضخيمه واستنساخه كانت تكلف تقريبا 3 بليون دولار. ومركز ابحاث يكون مثلا قد هي القاعه واللي برا، مثلا تكون الغرفه الوحده اللي انا اقدر اعمل فيها الابحاث. تتخيلوا انه عن جد ممكن يصير بهيك مراكز ابحاث بهيك تكلفه يصير فيها مثل ما صار بالكمبيوتر؟ رايكم ممكن؟ ممكن وصار كمان، صار في هلا في شيء عندنا اسمه البي سي ار، اذا لاحظتوا شوفوا البي سي ار هو حتى اصغر من الكمبيوتر، اليوم هو حل محل المخابر الكبيره اللي كانت تكلفتها جدا عاليه. قد ايه بتتخيلوا حقه البي سي ار؟ تذكروا انه في شيء اسمه 3 بليون دولار.
شرط المسار عرفنا هو اساس 600 تمام حقه بين 500 و600 دولار وهذا يعني انه حقه قد اللاشو يعني البيولوجيا وعلم الوراثه اللعب فيها صار بين ايدينا صار مثل حتى هو مفتوح فيك حتى هو مفتوح فيك حاجة على الحكي عليه ان شاء الله هتحكي لكم اكثر شو هذا الاوبن بي سي ار كونه عن جد اختراع ثوري بحط البيولوجيا بين ايدين كل الناس مثل ما نحط الكمبيوتر هلا حتى نحن نعمل دي ار واي نحن نعمل نستفيد من هالادوات هي فنحن بحاجه لشغلتين بشكل اساسي وشغله ثالثه بحكي لكم عنها الشغلتين الاساسيتين اولا محتوى مفتوح المصدر يعني انا بدي اعمل ترجمه ما بدي اعمل ابحاثي الخاصه على جنب ما بدي يكون عندي علم عندي معرفه وعندي ابحاثي الخاصه فهذا الشيء اول شيء بدي محتوى مفتوح المصدر ثاني شيء بدي تجهيزات اشتغل فيه يعني انا بحاجه لمخبر ولا محتوى طيب هل هذا الشيء موجود جواب نعم بالنسبه للمحتوى المفتوح المصدر صار في عنا كثير 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 مواقع وفيديوهات وصفحات ومجموعات وشبكات اجتماعيه الاكثر مهتمه بهذا عندنا كثير مواقع ما راح اوقف عن كل واحد عندنا يوتيوب شانل اسمها اللي يكتبون يكتبون حطهم على البيت حطهم على البيت هلا اذا بتحبوا تشوفوا مثال بس على السريع Strawberry DNA extraction is a fun experiment that you can easily do using everyday materials. You'll need one strawberry, one Ziploc bag, two small beakers, a plastic funnel, one square of cheesecloth, a tube rack, one 50 milliliter plastic tube, 5 milliliters of alcohol, a pipette, one small tube with a cap or a lid, and 20 milliliters of extraction solution. The extraction solution is made by mixing 900 milliliters of water with 100 milliliters of shampoo and 2 teaspoons of salt. This will make enough for your whole class. First, place the strawberry into the Ziploc bag. Then pour 20 milliliters of the extraction solution into the bag. Close and seal the bag, removing as much air as possible. Use your hands to gently mash the strawberry in the extraction solution for 5 minutes. Place a funnel into the 50 milliliter tube. Next, place a piece of cheesecloth inside of the funnel. Open your Ziploc bag and pour the mixture of strawberry and extraction solution through the cloth and into the funnel. Gently squeeze the cheesecloth. Once all the liquid has passed through the cloth, throw the cloth away and remove the funnel. Add 5 milliliters of 70% isopropyl alcohol. Hold your tube to eye level and observe. The DNA precipitate looks like fine white strands of cotton fiber, almost like spider webs. Now you can use the pipette to remove the DNA from the tube, look at it, touch it, or place it into another tube to keep. Now you've successfully extracted the DNA from a strawberry. اختراع المذهل اللي
نقل الجينيتكس من المخابر الكبيرة لبيت كل شخص. الأوبن بي سي آر هو جهاز يعني مثل ما انتم شايفين حجمه تقريبا أصغر حتى من اللابتوب، ممكن نوصل وصلة يو اس بي عادي. أول شيء شو يعني بي سي آر؟ يعني هو شو بيعمل؟ لا هو ممكن أنا لما أدخله أنا جيني ممكن يضخم لي إياها يصف لي إياها لعدد من المرات. هذا الشيء كان يتطلب بالأول على الأمر على بساطة، كان يتطلب بالأول الأشياء اللي تكون عليها. اليوم صار إحنا فينا نسوي هالعملية في البيت. شو أهمية هذا الشيء؟ ممكن أنا مثلا أكشف عن فيروسات أو جراثيم، ممكن أنا أعدك بهي الجهة، ممكن هي مفيدة أيضا بالطب الشرعي. بتعرفوا أنتوا بقى مجال الهندسة الوراثية قديش هو مجال، فحابين تعرفوا أكثر عن أوبن بي سي آر، حابين تجيبوه على البيت، افتحوا openpcr.org فيكم تشتروه. بس تشتروه فيكم يعني ممكن هون بالموقع كيف تركبوه، كيف تستخدموه، كيف تنزلوا البرمجية، كيف تتعاملوا معه. يعني ببساطة إذا حلوتوا عبيبها شبكوا القصة طورا نشتروه بلا قصة. الجهاز الثاني كمان أيضا بتكلفة جهيدة $299 يعني تقريبا $300. هذا الجهاز بيسمح لك انك انت تشوف شريط الدي ان اي ضمنه لهذا الجهاز. طبعا ما حفصل كثير بالامر لانه امر طبي، ان شاء الله اذا حطوه معك كليا ان شاء الله بتعرف شو معك. هلا قلت لكم انا بدي محتوى بدي تجهيزات صح؟ في شغله ثانيه كثير اساسيه بدي اقولها كمان هو الكوميونتي. يعني انا لحالي اني محتوى وتجهيز يمكن انا ابدع اول مره وثاني مره، لكن الداعي ما رح يجرب اكثر من هيك. اما لما يكون في مجتمع متعاون بتقدر تفرجي خبرات غيري وتبادل النتائج اللي طلعت معي مع مجتمعي. فدائما نحن شو ايكولوجيا ثوره التعاون والانتقال. يعني الانترنت اتاحت لنا التعاون، خلونا نتعاون على الادوات الموجوده عندنا ونطلع شيء رائع. نحن بايو هاكرز لانه نحن كانت من زمان الابحاث محصوره بالمراكز الامنيه. لا احنا صرنا هاكرز لانه جبناها على البيت. شو ممكن نعمل تكنولوجيا على الفيس خلاص؟ طيب في امثله على مثل باي كيوريوس وفي سبيس. اي فكره هامه؟ بس هي فكره ثانيه. قد ايه ممكن تتخيلوا الدي اي واي بايو، حركه الدي اي واي بايو للتاثير؟ اخونا طالب دكتوراه من بايرلندا، حس حاله وانا عم بقدم دكتوراه انه انا عم بشتغل مركز ابحاث، هن عم يفرضوا علي المنهج اللي بدهم اياه، عم يفرضوا علي الابحاث اللي بدي اياها. تركوا هن الدكتوراه تبعهم، رجع على البيت عمل مخبر دي اي واي غيره وصار يقوم بابحاثه الخاصه بالانجليزي. معناتها قديش هالحركه مهمه وقديش بتتيح فرص كثير كبيره. هلا مثل ما لاحظتوا انه التاثير بيطلع اكثر شيء بالجينيتكس. هلا حاجي بقى احكي لكم على نحن وكلوجيا ميد اللي شفتوها. احنا مجموعة من يعني من مختلف الكليات الطبية وأسنان صيدلة إلى آخره. وكيلوجيما تخيل صار عندكم فكرة شو هي كيلوجيما. فميكت هو فرع منها، تطبيق مبادئ المصدر المفتوح والتعامل بمجال الطب. أهدافنا نشر ثقافة المصدر المفتوح بين طلاب الكليات الطبية، عمل تطبيق تقنيات الطب بممارسة الطب. طبعا في كثير تقنيات للشبكات الاجتماعية الطبية الطب الى اخره، ما نقدر نحكي عنها بالحق. هدفنا الطب ايضا استكشاف ادوات الدي ار واي. الشغلة الرسالة يعني من هالمحاضرة انه انت لما تفوت على كلية الطب بتفكر انه انت بدك 6 سنين وماجستير ودكتوراه حتى انت تشارك بالمجال العلمي. من اول ما تفوت هلا اذا بدك اول ما تفوت الانترنت عجيب عم بتفتح لك الادوات، فانت حس ب شيء مفهوم. شو عملنا بسبيل الوصول لهذا الشيء؟ اول شيء انشانا الموقع الطبي، حكيت لكم فيما عن شو هو الموقع الويكي. طبعا حبينا نطبق اول شيء التعاون في مجال انشاء الكتب، انشانا الموقع الطبي، عملنا ورشات، اجتمعنا كتبنا مع بعض، علمنا كيف نكتب الموقع الويكي. ايضا قدمنا سلسله من المحاضرات، 6 محاضرات عن مختلف الاشياء اللي انا ما رح احكي لكم عنها، مثل الشبكات الاجتماعيه الطبيه، تبع الكلية شيء صرناها هلا نطبع عليه. الطب يكتبوا فيها مواد سنين ولا بكلمة. الجراحة عن بعد هلا صار فيه دكتور بألمانيا يعمل عملية لمريض بالهند عبر الإنترنت. أبحاث علمية مفتوحة المصدر عن الأمراض السرطانية حكى عنها رأفت هلا قبل شوي، هي نحن محاضرة قدمناها محاضرة كاملة. أيضا حكينا عن بيرسونالايز ميديسن إنه هي شغلة كثير مفيدة بالطب التشارك، إنه أنت المريض صار بيقدر أكثر يساهم بعملية الطبية. ايضا يعني التصميم بيانات طبيه حتى تصير مفهومه اكثر للمرضى.
خطة العمل إن إحنا نعمل على 3 مستويات. أولا يكون عندنا محتوى نكون مؤمنين بالفكرة، عارفين فيها حتى نقدر ننطلق بشكل أكبر. فعشان الويك إند تبدي مثل ما لاحظتوا، وأيضا عشان تقدروا هلا تشوفوا الرابط. بعدين المستوى الثاني هو البيانات الطبية، أولا الاستفادة من الشبكات الاجتماعية الطبية، ثاني شيء إعادة تصميم البيانات. المستوى الثالث بعد ما الإنسان يكون عنده كل هالبيانات كل هالمعلومات فيه بقى يستفيد من الـ DIY اللي هو القسم العملي. شروط الانضمام إذا تحبوا تطلعوا ولا مشان تسجلوا. ما في شروط كثيرة. ما لنا منظمة عادية إنه عملنا مثلا إنه حتى تنضم لنا لازم تكون كذا كذا، حتى ما لازم تكون في اللابتوبين، بس بتحب هالمجال تعملوا هنا. يعني العمل الأساسي هو الشغف فقط لا شيء. حتى لو ما كنت نتمنى تتواصلوا معنا في هاي الروابط. أيضا إذا كنت تكون يعني على الإيفنت إن شاء الله. بطريقة تشاركين لكم.